له دعوة الحق. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، قالت: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، كنت في ناحية البيت أسمع بعض كلامها وبعضه لا أسمعه، وما هي إلا لحظات. وينزل الله سبحانه وتعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قصة آية. وتشتكي إلى الله، ما أعظمها من كلمة. والله أننا في حاجة أن نتعلم كيف نشتكي إلى الله. انظروا لمن اشتكوا إلى الله وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، كيف استجاب الله عز وجل لهم. يعقوب عليه السلام فقد يوسف وهو من أحب الأبناء إليه، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فرد الله سبحانه وتعالى إليه يوسف بعد سنين من الغياب والضياع. أيوب عليه السلام أصابه مرض وليس كأي مرض، وفقد عدد كبير من أبنائه، ثم قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى إلى الله فشافاه الله، ورد الله عز وجل إليه أولاده ومثلهم معه. وزكريا عليه السلام اشتكى إلى الله، بلغ من العمر عتية، يريد أطفال، يريد ذرية، فاشتكى إلى الله ونادى الله فأعطاه الله سبحانه وتعالى، وبشره الله عز وجل بيحيى. ونوح عليه السلام لما آذوه قومه دعا رب وقال: إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. انظروا كيف اشتكوا إلى الله فلبى الله عز وجل حاجاته. كم من مهموم يراني، وكم من مغموم يشاهدني، وكم من مريض يئن، وكم من زوجة، وكم من زوج يتمنى الذرية. أين أنتم من الشكوى لله سبحانه وتعالى؟ اشتكي لله ولح على الله عز وجل، وقل: يا الله يا الله يا الله، واعلم بأن الله سميع بصير، وأن الله جل في علاه لن يخيبك إذا دعوته وقلت يا الله. فالله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه. تفنن في الشكوى إلى الله، تفنن في الشكوى إلى الله
وتلذذ في سؤال الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. قصة آية.